المشاهدين نحييكم من صالة المرحوم عجيل عجران لنقل مباريات الدوري الوطني، مباراة هوكي الجليد بين فريق فالكونز وفريق ووريرز. شوف اللاعبين والحكام يتأكدون من اللاعبين ويتفقون على أمور المباراة. حكام الملعب حكام كويتيين مشعل عجمي، عبد الله زيدان، شوق الهندال. فريق فالكونز باللون الأزرق، فريق ووريرز باللون الأسود. الحكم رافع ايده يتأكد. بسم الله بدأت المباراة. بكر رجع ووريرز اقرب لها، فالكونز عوضي ضاغط، هجمة حلوة ويحاول يعدي سبعة، يحاول يلعب لزميله، جول 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 على طول على طول في أول نص ثانية، هجمة حلوة يسجل فيها الجول الأول. لعبة حلوة، نشوف الإعادة، لعبة جماعية بالشكل الصحيح، ويستغل الجول ويسجل الهدف الأول. هذه الإعادة، شوف الإعادة إلى زميله على طول ويسجل الهدف الأول. اللعب يرجع إلى منطقة الدفاع، فالكونز واعوا 70، المغربي يحاول لعبة ما فيها أي خطأ. اللعب فريق فالكونز نشيط صراف، شايت حلوة 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 على طول بالجول الزاوية البعيدة، سجل الهدف الثاني فالكونز بلعبة جماعية من علي الصراف، سجل الهدف الثاني. اللعب مرة ثانية، العوضي إلى زميله سالم العجمي، محمد دعي مرة ثانية، العوضي طويلة مرة ثانية إلى المدافع، العوضي مرة ثانية إلى الزاوية تنقطع منه، ترجع مرة ثانية، ترجع إلى العوضي، العوضي شايت حلوة لكن يطلعها المدافع، طويلة أقرب لها محمد المراقي، محمد الدعي، سالم العجمي يعدي سالم والطول منه، باص بالخطأ إلى جاسم العوضي، هذا 20 ويحاول فيها أمام الحارس لكن يطلعها المدافع، ترجع مرة ثانية أقرب لها 98، ووريرز باص طويل يحاول فيها تنقطع منه، محمد العجمي تنقطع من محمد ياخذها سالم، رجعها إلى المدافع محمد إلى جاسم العوضي، جاسم العوضي يرفع راسه، اللعب
الدعي تنقطع منه قطعها المغربي. طويله الى العوض، العوض شايت حلوه لكن يصدها الحارس ويعمل فريز على البك. اللعب طعها جاسم العوضي شايت حلوه لكن تطلع عدي طويله اقرب لها بويال محترف الصربي ورا الجول جاسم العوضي جاسم طويله الى زميله تنقطع منه مره ثانيه اقرب لها الكندي ووريرز يحاول رجعها الى جاسم العوضي العوضي مره ثانيه لبويان الى العوضي مره ثانيه حلوه سريع يحاول فيها يحاول عوض حارس لكن يصفر الحكم في خطا حكم شيخه عطله واللاعبين المحترفين ووريرز اللاعب الامريكي جوني باللعب ياخذها يحاول فيها ترجع الى بويان امام الجول يحاول يطلعها الحارس يحاول فيها مره ثانيه بزاويه الملعب توصل الى جاسم العوضي مرة ثانية محمد العجمي شايت حلوة بعيدة على الجول ترجع مرة ثانية يحاول فيها وارير يحاول يضغط تنقطع منك روح إلى محمد العجمي محمد العجمي باص حلو أمام الجول لكن برا الجول مرة ثانية يحاول مدافع وارير يقطع البك فعلا تنقطع وباص طويل عن ضغط دفاع فالكون حاول علي الصراف الى زميله مره ثانيه طويله الى الصراف مرة ثانية لعبة 1-2 بين الصراف وزميله يحاول فيها 37 ترجع مرة ثانية يحاول يحاول يشوف يعدي اللاعب الأول ياخذها أمامه إلى زميله وسط الجول ويتركها لكن يقطعها مدافع ووريرز الدعي ترجع فالكنز حاول يهدي اللعب في منطقته طويلة في الخطأ أقرب لها خمسة يحاول 40 قدام الجول يحاول فيها 92 مع البك يحاول وحاول وشايت حلوه لكن يطلعها الحارس ومره ثانيه ويردها الحارس ما زال البك معه 37 يحاول فيها يحصل عليها المدافع ويطلعها برا المنطقه ورا الجول الى زميله طويله الى بويان ويحاول يعدي لكن تنقطع وما زال البك معه ويحاول لكن يصدها الحارس وما زال حلوه لكن خطا من الحارس والمدافع ويستغلها مهاجم ووريرز يسجل الهدف الثالث
نشوف الإعادة، نشوف الإعادة. لعبة حلوة من ومتابعة من المهاجم، واستغل الخطأ اللي حصل ما بين المدافع والحارس وعلى طول سجل الهدف الثالث. ثلاثة فالكنز لا شيء ووريرز. باك حاول امام الجول تنقطع. حاول فيها 98 ورا الجول. فودري مرة ثانية، الفودري اقرب لها الى زميلة يحاول يقطعها. ثمانية محمد الدعيج يتركها الى زميلة جاسم العوضي وتنقطع منه. 71 ياخذها لكن يصفر الحكم اوف سايد. لعب اخر 10 دقائق من الشوط الاول، فالكنز متقدم بثلاث اهداف. جاسم العوضي لمحمد لدعي الى زميله من 80 سالم العجمي الى محمد مره ثانيه. محمد شايت حلوه لكن بعيده عن الجول، ياخذ المحترف الكندي. ما زال البك في منطقه الدفاع ووريرز. 71 المغربي يحاول اقرب لها. محمد المراغي، محمد المراغي الى زميله سالم العجمي. سالم العجمي شايت حلوه ويحاول فيها لكن خطا ثالث، ويستغل البك يوسف الكندري ويسجل الهدف الرابع. نلاحظ اخطاء كثيره من مدافعين فريق ووريرز وقاعد يستغلون الاخطاء مهاجمين فالكنز ويسجلون الهدف. سالم العجمي يسجل الهدف الرابع. لاحظ على طول لعبة جميلة بين يوسف الكندري وسالم العجمي. بويان عوضي طويلة. ياخذها لكن يشتت الباك بشكل غير صحيح. حصل عليها محمد العجمي الى جاسم. 24 جاسم يتركها لزميله مره ثانيه وشايت حلوه لكن الطول، واقرب لها مره ثانيه المهاجم لكن وفعلا ياخذها ويحاول يعدي لكن الطول منه يغطي على الحارس بشكل صحيح. يحاول طويله يحاول فيها ويحاول شايت حلوه لكن بعيده عن الجول. يرجع البايك ويصفر الحكم ايسنج. الحكم مشعل عجمي اللعب. 37 شايت حلوة لكن ما فيها استقبال بالشكل الصحيح. ترجع إلى حارس مرة ثانية ورا الجول. يرفع راسه طويلة بالخطأ يقطعها وشايت حلوة ويصدها الحارس بشكل جميل. ترجع مرة ثانية للوريرز ويحاول تنقطع منه. علي الصراف، علي الصراف ضاغط مع مدافعين اثنين يضايقونه. طويله الى زميله شايت المغربي حلوه لكن يصدها. ترجع مره ثانيه ريباوند ويحاول لكن يصفر الحكم في خطا. ايقاف دقيقتين
على اللاعب رقم 93 من فريق ووريرز. لعب 72 يعدي اللاعب الاول يتركها لزميله زاويه الملعب 8 محمد البعيد الى زميله بشكل صحيح جاسم العوضي مره ثانيه في نفس المكان ويحاول رافع راسه ولكن يضايق المدافع يرجعها وتنقطع منه مره ثانيه اقرب لها محمد البعيد ويعدي الى زميله مره ثانيه الدعي شايط لكن بعيده عن الجول مره ثانيه زاويه الملعب حاول يقطعها 72 في زاويه الملعب يحاول فيها ووريور يحاول يطلعها برا منطقة وطبعا نجح طلعها لكن محمد لدعي صاحي ويحاول يطول منه لاعب باصات من غير تركيز لفريق ووريورز جاسم العوضي الى محمد العجمي يلعبها جميلة لكن ما في استقبال بشكل صحيح يسجل الهدف الخامس عبد العزيز المراغي. شوف الإعادة لعبة حلوة لعبة جماعية لاحظ فريق فولكنز قاعد يلعب في الطريقة الصحيحة والخطط الصحيحة ويسجل الهدف الخامس بكل أريحية في اللعب. ياخذها حمد فهيد البك معاه آخر 4.5 دقائق جاسم العوضي شايت حلوة لكن بعيدة 5 فالكنز لا شيء ووريرز جاسم العوضي الى محمد يقطعها بويان ويحاول بويان يحاول يعدي اللاعب لكن الحكم يقول ما فيها شيء وحلوه حلوه 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 لعبه حلوه لعبه حلوه من حمد فهيد على طول عبد العزيز المراغي ويسجل الهدف السادس. هذه الاعاده خطا كان لبويان لكن الحكم قال ما فيها شيء على طول حمد فهيد الى عبد العزيز المراغي ويسجل الهدف السادس. ووريرز مسيطر على المباراه من بدايتها باللعب بالالعاب الفنيه بالانفرادات حلوه ويحاول مره ثانيه شايت حلوه ويطلعها العارس توصل المدافع تندفع منه مره ثانيه 87 ويحاول امام الحارس ويحاول فيها ما زال بك مع فريق ووريرز تنقطع ويحاول يطلعها المدافع وفعلا يطلعها ما زال بك مع علي الصراف ويحاول قدام الجول الى زميله وشايت لكن خفيفه ما توصل ويصفر الحكم في خطأ إيقاف 2 دقيقة للمغربي حكم عبد الله الزيدان شوق الهندال اللعب
ياخذها 87 يحاول هاجم ويحاول يعدي ويحاول يعدي لكن تضرب في العارضه وتطلع. ما زال الباك في منطقه دفاع ووريرز يرجع الباك بويان الى محمد لدعي جاسم العوضي خطط بالشكل الصحيح اللعب يقطعها ووريير سريع 93 يحاول على الحاجز لكن ما في استقبال من اي لاعب بالشكل الصحيح. بويان اخر دقيقه ونص الفارق 6 اهداف لفالكنز لا شيء ووريرز 66 يحاول لكن يطلعها بويان بالشكل الصحيح. ورا الجول يحاول يعدي الاول لكن يقطعها المراغي يتركها الى زميله ترجع الى جاسم العوضي. جاسم العوضي ورا الجول يريح ويحاول يهدي اللعب وخطأ من ووريرز لكن الحكم يقول ما فيها شيء. اخر نص ثانية طويله جاسم العوضي يحاول يعدي الاول والثاني يسحب اللاعبين ويحاول اخر هجمة ويحاول فيها لكن تنقطع ويرجع الباك منطقة دفاع ووريرز حصل عليها فالكون مرة ثانية. ما زال الباك يحاول يشوت يحاول وشايت حلوة لكن يصدها حارس المرمى. أعزائي المشاهدين انتهى الشوط الأول بتفوق فالكونز ب6 أهداف لا شيء ووريرز. نترككم الآن في استراحة قصيرة بين الشوطين ومن ثم نعود لاستكمال مجريات الشوط الثاني. اليوم الشوط الثاني بين فريقين فالكنز ووريير. لاحظ حكم المباراة عبد الله الزيدان تأكد من اللاعبين والحراس. تأكد من الحراس بشكل صحيح. بسم الله بدأ الشوط الثاني. المغربي طويلة صراف 40 يحاول فيها مرة ثانية تنقطع من علي الصراف واقرب لها المدافع يحاول يطلعها مرة ثانية 7 الى علي الصراف الى زميله ويحاول وحلوة حلوة 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 لعبة منظمة لعبة حلوة وجميلة يسجل الهدف السابع في اول دقيقة بالشوط الثاني. لعبة جميلة وجماعية على طول الهدف السابع. نلاحظ ان فريق ووريير في عنده مشكلة في تطبيق الخطط في اللعب. يصفر الحكم في خطأ
في اللعب. فالكن شايت حلوة لكن بعيدة، توصل 87 الأمريكي، الحارس طلعها 33 من غير تركيز، يحصل عليها محمد المراغي إلى جاسم العوضي، محمد لدعي يقطعها يأخذها 87 مع زميله، وخطأ بين اللاعبين يصفر الحكم أوفسايد. اللعب ياخذها محمد لدعي، تنقطع منه، اقرب لها 71 المغربي، يحاول فيها امام الجول، تنقطع منه جاسم العوضي، طويله الى يوسف الكندري، سالم العجمي، سالم مره ثانيه يلف على اللاعبين ويحاول باص طويل امام الجول لكن ما في استلام بالشكل الصحيح، تنقطع اقرب لها 5 الامريكي، طويلة حكم يرفع ايده ايسن، اللعب محمد فهيد، تنقطع منه الامريكي، صلاح حق نفسه ويحاول مع جاسم العوضي، ضايقه يقطع الباك، اقرب لها حارس فريق وارير طلعها، يحاول 33 يضايقه جاسم العوضي، الباك ما زال مع جاسم العوضي ويحاول الى زميله حمد فهيد، تقطع منه بعيده، توصل مره ثانيه حمد فهيد الى زميله بويان، يرجع ورا الجول طويلة على الحاجز، أقرب لها مدافع وارير، مرة ثانية محمد العجمي، طويلة لكن ما في استقبال بالشكل الصحيح، بويان الصربي صراف ويحاول علي الصراف، بالجول 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 بالجول، لعبة فردية حلوة من بويان على طول لعلي الصراف، ويعدي ويحاول يمين يسار الحارس ويسجلها بشكل جميل، نشوف الإعادة، علي الصراف يسجل الهدف الثامن لفريقه، شوف الإعادة، علي الصراف على طول يعدي وعلى طول ويسجل الهدف الثامن، شوف الإعادة، حلوة حلوة وعلى طول على طول الهدف الثامن. حكم يتأكد عبد الله الزيدان، ترجع إلى فالكنز مرة ثانية ورا الجول، المراغي ما توصل بشكل صحيح، 93 يحاول يعدي وينقطع منه البط، طويلة مع 7 ويحاول شايت لكن يطلعها الحارس، توصل 92 وشايت حلوة، طلعها الحارس مرة ثانية مرة ثانية
علي الصراف يحاول ويحاول وشايت حلوة 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 على طول يسجل الهدف التاسع. محمد العجمي بلعبة جماعية على طول شوف الإعادة يسجل الهدف التاسع. الفريق متفاهم، هذا الحارس الكبير جاسم الصراف مبتسم مرة ثانية. ترجع يوسف الكندري يعدي ويحاول مرة ثانية توصل المراغي جاسم العوضي. جاسم العوضي يعدي الأول والثاني ويلعبها عالية إلى زميله محمد لدعي مرة ثانية إلى المراغي إلى لدعي لكن يصفر الحكم أوفسايد. لعب ترجع مرة ثانية جاسم العوضي طويلة صفر الحكم آيسين. حكم شيخة عطلة تبتسم بين اللاعبين. مباراة حلوة ما فيها أي أخطاء ما فيها أي شد بين اللاعبين. ويله يحاول يطلعها سالم العجمي جاسم العوض يرفع راسه يتركها الى زميله وتنقطع منه وياخذها لاعب ورير ويحاول ويعد ويحاول لكن خطأ بين المهاجمين ويستغل الفرصة الحارس يمسك البك. لعب ورا الجول 66 اقرب لها يتركها على زميله محمد العجمي مره ثانيه الصراف. محمد العجمي مره ثانيه الصراف يطلع الحارس ويطلعها برا المنطقه حلوه شايت لكن طلعها الحارس مره ثانيه. المراغي تنقطع ياخذها يقطعها مرة ثانية جاسم العوضي إلى محمد العجمي إلى جاسم مرة ثانية حلوة وعلى طول لكن يحجز الباك الحارس. في آخر 9 دقائق فالكنز 9 لا شيء ووريرز في الشوط الثاني. الحكم يصفر في خطأ على ووريرز. لاعب الأمريكي
لاعب السنتر محمد محمد العجمي. الدعيج الدعي اللعب ياخذها بويان الصربي الى المراغي، المراغي الى محمد العجمي الى بويان، مره ثانيه يتركها الى محمد ويحاول فيها محمد على الحاجز، ما زال بك معه الى زميله بويان الى جاسم العوضي، جاسم العوضي يحاول، يحاول جاسم يعدي ويحاول وشايت حلوه لكن يصدها الحارس وتطلع مره ثانيه. البك معه وشايت جاسم لكن يطلعها الحارس، ترجع مره ثانيه، ما زال البك امام الجول ويحاول فيها حمد فهيد الى زميله المراغي، يتركها الى العوضي، العوضي مره ثانيه وحلوه لكن الحارس صاحي، يرجع محمد العجمي الى زميله وشايط حلوه لكن تحت الحارس ويحجز البك. الحكام يتفاهمون مع بعض في اللعب، يرجع حاول فيها طويلة وشايت حلوة لكن بعيد البك عن الجول النهائي مرة ثانية، ويحاول يشوت حلوة وصدها الحارس، ترجع مرة ثانية يحاول فيها توصل الى المغربي، تنقطع منه وهاجم ويحاول يضغط ويحاول يستغل ويسجل الهدف الاول فريق ووريرز، لكن ما في استقبال بالشكل الصحيح، يقطعها صراف، تنقطع من علي ووريير، يحاول بين أربع لاعبين ولا زميلة ورا الجول، مغربي طويلة ولا زميلة الخطأ، تنقطع منه ويحاول 71 وشايت تضرب المدافع تطلع بعيدة مرة ثانية ورا الجول، علي الصراف ضاغط ويحاول، ويحاول يعدي لكن يقطعها، اقرب لها ووريرز 33 يحاول يقطعها مرة ثانية الصراف، يقطعها الدعي ووريرز وشايت حلوة لكن بعيدة عن الجول مرة ثانية، يحاول فيها البك في منطقة الدفاع ووريرز، باص بالخطأ 40 ضاغط تنقطع منه ووريرز يحاول يقطعها علي الصراف، يحاول شايت من برا المنطقة لكن يصدها الحارس، طويلة الخطأ إلى جاسم العوضي إلى محمد لدعي المراغي، طويلة مرة ثانية الناحية الثانية زاوية الملعب بالخطأ، حصل عليها ووريرز يصفر الحكم آيسنج،
يحاول يدعي الى جاسم. جاسم العوض يعدي يحاول ويحاول يتركها لزميله لكن يمسكها الحارس بشكل جميل. سالم العجمي اللعب آخر ثلاث دقائق، فالكنز متقدم بتسع أهداف لا شيء. ووريرز جاسم العوضي أقرب لها، محمد المراغي يبك معاه يتركها إلى زميله محمد العجمي. محمد العجمي يرجع ورا الجول، 24 يحاول المراغي شايت حلوة وبالجول بالجول بالجول. لعبة حلوة لعبة حلوة، الحارس ما كان متوقع الحارس ما كان متوقع وعلى طول الهدف العاشر. شوف الإعادة، المراغي يسجل الهدف العاشر. اللعب وورير يحاول يضغط، محمد العجمي تنقطع منه مرة ثانية ورا الجول. جاسم العوضي ريان يحاول يعدي وشايت وحلوة لكن يصدها الحارس. اللعب ووريير يحاول في آخر 30 ثانية تنقطع منه، حمد فهيد ورا الجول ويحاول الباك في منطقة ووريير طلعها طويلة يقرب لها جاسم العوضي. جاسم العوضي يلعبها طويلة. أعزائي المشاهدين، يصفر حكم المباراة بانتهاء الشوط الثاني بتقدم فالكنز 10 أهداف لا شيء ووريرز. ناخذ استراحة ومن ثم نعود لاستكمال مجريات مباراتنا اليوم والشوط الثالث والأخير. مجريات المباراة والشوط الثالث والأخير في مباراتنا اليوم، ما زالت النتيجة لتقدم لفريق فالكون تلعب
حاول علي الصراف يتركها لزميله. يتركها ضاغط بشكل جميل ويحاول فيها الصراف إعاقة من المدافع. لاحظ اللاعب علي الصراف بالأرض. الحكم يوقف اللعب. طويله ويحاول فيها وعلى طول. لعبه حلوه لعبه حلوه. يسجل الهدف الاول في الشوط الثالث. علي الصراف لاعب مميز على طول يستغل الباص ويسجل اول هدف بالشوط الثالث. لاحظ الحكم مشعل عجمي يكلم محمد لدعي. جاسم العوضي. سالم العجمي. محمد لدعي ضاغط الى يوسف الكندري. شايط حلوه لكن يصدها الحارس. ترجع يوسف الكندري. سالم العجمي. يوسف الكندري مرة ثانية إلى جاسم العوضي. جاسم يعدي يحاول لكن تنقطع. رويان يرجعها إلى زميله المراغي. جاسم العوضي. سالم العجمي الى محمد لدعي. محمد لدعي عدي وشايت حلوه لكن بعيده. شوته عن الجول. مره ثانيه سالم العجمي ورا الجول الى المراغي. المراغي شايت حصل عليها مدافع واريورز وطلعها برا من ضغط الدفاع. طويله 24 الى حمد فهيد. ضك مع حمد فهيد ورا الجول يحاول يصدها حارس وارير. طلع المدافع ويحاول جاسم العوضي. حمد فهيد القطان. طول من القطان. ويله المراغي. المراغي يسحب اللاعب بالخطأ. يحاول فيها ياخذ المدافع. توصل بويان الصربي
ورا الجول. يتركها لمحمد العجمي بالخطا. يضرب لها المدافع يطلعها على طول تنقطع مره ثانيه. محمد الفيدي يعدي. يتركها الى محمد. محمد العجمي يحاول. يضرب في المدافع. ورا الجول جاسم عوضي يهدي اللعب. لاخر 15 دقيقة في الشوط الثالث والمباراة. اللعب له. الصراف. اثنين. القطان ويحاول حلوة لكن. الجول. اللعب. صراف يرفع راسه امام الجول لكن يقطعها القدري. يضايق حسين باقر. يرجع الى مدافع فالكنز. طويله. صراف يسحب اللاعبين ويرفع راسه ويتركها الى زميله. حلوه ويحاول يعرقل اللاعب بالشوطه لكن باص طويل. صراف لاعب مميز ومهاري. يرفع راسه يحاول فيها بعيدة وطويلة. القطان أقرب لها. يرفع راسه. يحاول. مرة ثانية الصراف. تنقطع. الصراف يحاول يحاول وشايت حلوة. تضرب الحارس. وترجع مرة ثانية. 99. تنقطع منه. يقطعها القطان مرة ثانية. حاول تنقطع مرة ثانية. الصراف يحاول يحاول الصراف شايت حلوة. وبالجول بالجول بالجول بالجول. حلوة من علي الصراف. يراوغ ويخدع الحارس ويسجل الهدف على طول. لاحظ الفارق الكبير باللياقة البدنية وتنفيذ الخطط بين الفريقين. فريق فالكون يتفوق على فريق ووريورز باللياقة البدنية بالخطط بالأمور الفردية. تلاحظ لعب جميل وفي أهداف كثيرة. حاول يوسف كندري يحاول فيها الى دعي. سالم العجمي بعيده عليه يحصل عليها مره ثانيه على يوسف كندري ورا الجول الى محمد دعي ويحاول وشايت يطلعها الحارس. اللعب جاسم العوضي حاول فيها ورا الجول طويلة إلى سالم. طول على سالم. محمد الدعي ورا الجول يحاول يبدي هجمه يتركها لزميله محمد المراغي. جاسم العوضي يلعبها الى سالم العجمي. سالم العجمي يحاول لاحظ حركه الحكم شيخ عطله انه
ما فيها اوف سايد ولا فيها اي خطأ. محمد العجمي الى بويان، بويان يموه يحاول يشوت ورا الجول ويحاول لكن تطلع مرة ثانية. محمد العجمي تنقطع منه، أقرب لها الحارس، تنقطع من الحارس، يصفر الحكم خطأ. اللعب يحاول بزاوية الملعب، شايت حلوة لكن تضرب العارضة، ياخذها حمد فهيد، حمد فهيد يحاول، يحاول فيها ياخذها مرة ثانية، محمد العجمي نص الملعب اقرب لها، جاسم العوضي ورا الجول، يحاول بويان الى زميله الى محمد العجمي مرة ثانية، بويان لعبة سريعة وشايت حلوة 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 حلوة، لعبة جماعية من بداية الهجمة، حمد فهيد، محمد العجمي، بويان، ومرة ثانية ترجع لهم مرة ثانية وياخذها بويان ويخلصها في الجول. لعبة حلوة من الثلاثي محمد العجمي، حمد فهيد، وينهيها بويان. آخر 8 دقائق في مباراة اليوم وما زال فالكن متقدم، يحاول امام الجول، علي الصراف يحاول فيها تنقطع، اقرب لها الدعي لكن يقطعها، قطان جاء طويله، اقرب 37 القطان، يعد القطان الى علي الصراف، علي الصراف يراوغ ويحاول لكن يقطعها مدافع ربيان، ويرجع الباك مره ثانيه الى علي الصراف، الى زميله شايت حلوه لكن بعيده عن الجول، مره ثانيه القطان وشوت يطلعها الحارس، يحاول فيها مدافع اوريو الامريكي، رجعها الى زميله، اللعب هجمة، بداية هجمة بشكل الصحيح، محمد لدعي يحاول، يحاول امام الحارس لكن قطع الحارس، وشايد سالم العجمي يصد الحارس مرة ثانية، تطلع ايسينج على وورير. اللعب اخذ جاسم العوضي الى زميله، ما
مرة ثانية تنقطع منه ويحصل عليها مرة ثانية جاسم. يلعب حق نفسه بين اثنين. الباك وياه. حمد فهيد. مرة ثانية جاسم العوضي. حمد فهيد أمام الجول ويحاول وحلوة ويحاول يشوت. يضايق المدافع. وفعلا ياخذها المدافع ويحصل عليها. جاسم مرة ثانية. ويحاول فيها لكن المدافعين يسكرون على الجول. جاسم العوضي. لا محمد العيد حلوة نص المنطقة ويحاول فيها محمد عبد العزيز المراغي. عبد العزيز المراغي شايت بعيدة شوت عن الجول. أقرب لها جاسم مرة ثانية مع سالم العجمي ويشوت ويطلعها الحارس ويصفر الحكم في خطأ. اللعب بويان إلى جاسم إلى محمد العجمي. محمد العجمي ورا الجول لعبها إلى زميله حمد فهيد. تنقطع وريه يحاول مرة ثانية جاسم العوضي. تنقطع منه 98 يلعبها على الحاجز. مرة ثانية بويان لي فريق فالكون في آخر 3 دقائق في مباراة اليوم على المستوى اللي قدموه اللاعبين بشكل جميل. ويله بويان ضاغط ارفع راسه وحلوة لكن بعيدة عن الجول. تنقطع منه الفودري. الفودري لاعب ذكي وانفرادة 71 مع الحارس ويحاول وبالجول. حلوة 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 لعبة بالجول على طول يسجل الهدف الأول لفريقه بانفراده ولعبة حلوة من مشعل الفودري. يسجل الهدف الأول لفريقه على طول باك هاند والزاوية. اللعب ترجع 37 القطان. اثنين ياخذها يحاول فيها علي الصراف. تنقطع من علي ويطلعها المدافع. ياخذها علي الى زميله 92 مره ثانيه علي ويسجل ويسجل ويسجل. لاعب مهاري ولاعب ذكي ولاعب يعرف يستغل اي نقطة ضعف في الفريق اللي امامه ويسجل هدف. وبالاعادة على طول يستغل اي فرصة ويسجل الهدف. اللعب 93 في آخر 40 ثانية في مباراة اليوم. تقدم فريق فالكون فارق كبير على
ووريرز صراف الى المراغي يحاول يوسف الكندري ترجع الى يوسف مره ثانيه محمد لدعي اقرب لها عبد العزيز المراغي يتركها الى جاسم العوضي طويله اعزائي المشاهدين انتهت مباراه اليوم بتقدم فريق فالكونز 7-1 ووريرز ونقول مبروك لفريق فالكونز وهارد لك لفريق ووريرز نلتقي معاكم في المباراة المباريات القادمة في الأسبوع القادم.